في موسكو شارك العشرات بالحملة العالمية لدعم سوريا والتي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا تعبيرا عن تضامنهم مع الوطن وتنديدا بالأعمال الإرهابية التي تتعرض لها بلادهم. حتى صقيع الشتاء الروسي لم يثنهم عن المشاركة بالحملة العالمية لدعم سوريا والتي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا تعبيرا عن تضامنهم مع الوطن وتنديدا بالأعمال الإرهابية التي أدمت قلوب السوريين. فها هم أبناء الجالية السورية في روسيا قد قالوا كلمتهم ومبادرتهم كانت لسان حالهم. هذه الفعالية نقوم بها اليوم ضمن فعاليات الاتحاد الوطني لطلبة سوريا والتي تنظم في جميع أنحاء العالم، الحملة العالمية للتضامن مع سوريا بالتعاون مع المنظمات الروسية ومع الجالية العربية السورية وبالتنسيق مع السفارات السورية في كل أنحاء العالم. لنقول من هنا من أراضي روسيا ومن كل أنحاء العالم، سوريا أدهشت العالم بتاريخها وأدهشت العالم بشعبها وستدهش العالم بانتصارها. إننا نقول إن الغرب الذي يدعم الإرهاب في سوريا عليه أن يثبت دعمه للإرهابيين ومدهم بالسلاح، وإن ما يسمى المعارضة المسلحة هم في حقيقة الأمر أدوات حرب في يد الغرب. أرى أن حل الأزمة في سوريا لا يمكن أن يكون من خلال العمليات العسكرية والتفجيرات الإرهابية وقتل المدنيين، لذلك يجب الابتعاد عن القتل والجلوس على طاولة الحوار والتفاهم. إن هذه الفعالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأننا نريد أن نسمع العالم وخاصة أمريكا وبريطانيا أنهم من يريد تدمير سوريا بدعمهم للإرهاب والمسلحين فيها. رسالة أطلقها السوريون رغم المسافات التي تفصلهم عن وطنهم الأم سوريا، رسالة عبر السوريون من خلالها عن وقوفهم إلى جانب وطنهم ومع جيشهم الباسل ضد الإرهاب والعدوان الذي تتعرض له سوريا.